السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول فيديو غادي نطلع فيه الصوت ديالي في القناة، ونكم على بطاقة تعريفي للقناة أو عرض دعائي للقناة ونرتب جدول القناة. المهم أنا متأكد غادي تعجبك القناة ديالي، حتى إن شاء الله غادي نتابع ليها مزيان. المهم ندخلو نشوفو شنو غادي يكون في القناة والمحتوى اللي غادي يكون فيه إن شاء الله. أولا غادي تكون فيها تقريبا جميع المحتويات، وغادي نركز اكثرين على الجيمينج والتحديات وردة الفعل والمقالب وبعض القصص المرعبة. بالنسبة للجيمينج غادي يكونوا ألعاب حديثة ومستقبلية وقديمة شوي. بالنسبة للألعاب الحديثة غادي خاصهم في الجيمينج ويكون مجهد شوية، وغادي نشري إن شاء الله مستقبلا. نقدر نبدأ بشي ألعاب قديمة شوية ماشي بزاف، بحال ماينكرافت وفيفا. المهم وندوزو للتحديات، غادي يكونوا فيهم افكار جداد ومهم خلي لكم مفاجأة. بالنسبة لردة الفعل غادي يكونوا عادي، ولكن غادي تعجبكم السلسلة ان شاء الله. والمقالب غادي تكون غالبا اسبوعيا، وغادي تكون افكار جديدة حتى هي نخلي لكم مفاجأة. ولكن القصص مرعبة غادي يكونوا قلال شوية ولكن زوينين، وكنظن مورا هذا الفيديو بالضبط ان شاء الله غادي تكون قصه موجوده لكم شحال هذه. وفعل الجرس باش ما تفلتهاش. غادي نحبسو هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. دمتم في رعايه الله، سلام. باي، هاف ا جريت تايم.